وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مبارك جمعة. دكتور محمد مساء الخير بداية، والضجة التي افتعلتها قناة الجزيرة القطرية وترديدها لادعاءات مغلوطة حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية لمديرية شرطة المحرق هي امتداد لنهج تضليلي وتحريضي ضد البحرين، لماذا التصعيد هذا التصعيد الإعلامي القطري ضد البحرين وفي هذه المرحلة؟ مساء الخير. طبعا أنا شخصيا لست مستغربا من سلوك الإعلام القطري من خلال جزر يعني قناة الجزيرة القطرية. هذا هو جزء مستمر من سلسلة طويلة من الأكاذيب التي تبثها قناة الجزيرة القطرية ضد مملكة البحرين، تعبر من خلالها عن عقدة نفسية وتاريخية تجاه منجزات مملكة البحرين الحضارية. وليس هناك من أي غرابة في الواقع من أن يقوم مسؤول بريطاني في ظل العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين وبريطانيا لفترة تمتد على 200 سنة أن يقوم بزيارة مؤسسة رسمية ليطلع على ما تم إنجازه فيها من يعني مميزات حضارية تتميز بها مملكة البحرين في مختلف أوجه العمل الحكومي. وطبعا مثل هذا السلوك الذي يعني ينجم الآن عن قناة الجزيرة القطرية المسيرة من قبل الاستخبارات القطرية في الواقع، إنما هو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إلى أن النظام القطري يسعى إلى تخريب أي بوادر للمصالحة، لأن مثل هذا السلوك في هذا التوقيت بالذات وفي فترة يعني تتحدث فيها جميع دول مجلس التعاون وبقيادة من المملكة العربية السعودية عن يعني توجه نحو المصالحة والحوار الخليجي، يدل على أن هذا النظام لا يريد مصالحة من الأساس، وإنما يريد استغلال أجواء هذه المصالحة حتى يتنصل من التزاماته التي وقع عليها، والتي كان من بينها في الواقع تسليط إعلامه ممثلا في قناة الجزيرة وغيرها من يعني وسائل الإعلام المدفوعة على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى أيضا الدول العربية. لذلك مثل هذا السلوك الإعلامي الآن تجاه مملكة البحرين إنما هو يسعى إلى تشويه المنجزات الحضارية التي أصلا يعاني النظام القطري من عقدة نقص، كونه لا يعني لم يتمكن من تحقيق أي من المنجزات المشابهة لذلك، فضلا عن محاولة لتخريب أي مساعي للمصالحة التي تقودها المملكة العربية السعودية. وكان هذا أمرا يعني الجميع تنبأ به انطلاقا من السلوك التاريخي للنظام القطري الذي دأب على ممارسة. نعم دكتور محمد، يعني المثير للانتباه أن قطر تفعل أو تفعل كل هذه الأمور في الوقت الذي يعني تتحدث فيه عن حل أزمتها، رغم أنه ليست هناك دولة خليجية يعني واحدة شكت أخرى في مجلس الأمن ودفعتها دافعا إلى محكمة العدل الدولية سوى ما فعلته قطر بحق البحرين، يعني كيف تعلق على هذا الأمر؟ طب كما تعلم يعني النظام القطري له تاريخ طويل من الاعتداءات على مملكة البحرين بشكل خاص، والتاريخ هو من يتحدث عن ذلك منذ العام 1986 والهجوم العسكري الذي شن على جزيرة فشت الديبل، ومثل ذلك اعتداء عسكريا كان الأول والأوحد من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي من بعد أن تم إطلاق هذه المنظومة، ومثل ذلك انتهاكا لسيادة مملكة البحرين على أراضيها ومناطقها. ثم بعد ذلك في التسعينيات في العام 1991 قام النظام القطري بتوجيه شكوى على مملكة البحرين في محكمة العدل الدولية مدعيا أو محاولا فرض سيادته على مناطق تقع تحت سيادة مملكة البحرين، واستمرت الاعتداءات القطرية واحدا تلو الأخرى في العام 2011 وتدخل النظام القطري في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المناوئة لمملكة البحرين، هذا فضلا عن الاعتداءات على أرزاق البحرينيين من الصيادين والبحارة التي شهدتها السنوات العشر الماضية والتي نجم عنها اعتقال أكثر من 600 بحار، وأيضا مصادرة أكثر من 600 قارب واعتقال أكثر من 2000 بحار يحمل الرخصة البحرينية طوال تلك الفترة. والآن نحن الآن طبعا أمام يعني اتهامات كيدية قطرية توجه إلى مملكة البحرين، وكل هذا يدعونا إلى التساؤل في الواقع عن النوايا القطرية التي تأتي في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية نحو حل للأزمة القطرية التي طبعا انطلقت بسبب يعني إصرار النظام القطري على عدم الالتزام بما تعهد به من خلال رأس الدولة، من خلال أيضا اتفاقي الرياض
2013 و2014، وبالتالي ليس هناك في الواقع ما يدعو إلى الغرابة من مثل هذا السلوك، لأن التاريخ يتحدث عن سلسلة طويلة من الاعتداءات القطرية على أمن واستقرار مملكة البحرين. نعم دكتور محمد، يعني أنت كما تفضلت قناة الجزيرة هي ذراع التحريض والمخابرات لقطر، صارت تحتل موقع متقدم في قائمة التحريض على الإرهاب ونشر الفتنة والشائعات. يعني برأيك كيف يمكن تحصين الرأي العام ضد هذه الأكاذيب، وفي الوقت ذاته كيف يمكن مواجهة يعني هذه الموجات من التحريض القطرية؟ طبعا النظام القطري يستخدم الإعلام كوسيلة قذرة في الواقع لاستهداف أمن واستقرار مملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة، والإعلام لا يجابه إلا بالإعلام. نعم. لذلك من المهم جدا إبراز الحقائق. ما يقوم به تلفزيون مملكة البحرين في الواقع من كشف لسلوك النظام القطري وتعريته وإعلام الرأي العام بحقائق مختلفة حول شتى الأمور التي يثيرها النظام القطري مستهدفا مملكة البحرين هو جزء من مجابهة ذلك. أيضا من المهم جدا فضح سلوك النظام القطري، يعني الآن هو يحاول أن ينصب نفسه منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي نحن نعلم تماما أن النظام القطري متورط في انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، يعتم عليها الإعلام القطري وتعتم عليه الجزيرة القطرية. ومن بين ذلك على سبيل المثال قيامه بالاعتداء على يعني نساء أستراليات بعد أن نزلنا في مطار حمد الدولي، من خلال التفتيش الداخلي اضطرت الدوحة بعد ذلك إلى تقديم اعتذار واهن بعد أن تطور الأمر إلى يعني قضية رأي عام دولية. الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام القطري من المهم جدا أن يعمل الإعلام على فضحها واستبيانها للرأي العام، حتى يكون ذلك رادعا للسلوك السيء المنتهج من قبل الإعلام القطري وفي مقدمته طبعا قناة الجزيرة القطرية. نعم الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.